أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة احتراف ويندوز 10. طبعا هذه المحاضرة راح تكون هي عامة، ليس فقط على ويندوز 10، ولكن من أهم المحاضرات لك كمحترف بالحاسوب وخصوصا في نظام ويندوز. طبعا هذه المحاضرة راح نتكلم عن المجلدات أو الآيكونز. المجلدات هي المكان الأمثل لحفظ الملفات، وضروري جدا نهتم بهذه المجلدات. ما راح نشرح شلون نسوي مجلد ونغير اسمه، لأن هاي الأمور متجاوزيها إن شاء الله، بس راح نتأكد كيفية الاهتمام بهذه المجلدات. طبعا حتى يكون عندنا أرشيف منظم وقوي، لابد أن يكون عندنا مجلدات منظمة ومرتبة. يعني مثلا عندي هنا ملفات فوتوشوب وملفات بريمير وملفات اكسل، مثلا هذه ثلاث مجلدات، كل مجلد بمجموعه من الملفات. وطبعا انا جربتها، لو عندي فد مجموعه من المجلدات فد 20 30 مجلد، من الصعوبه جدا اقدر اوصل للمجلد اللي اريده، وبالتالي راح كل هذه الامور راح تاخذ من عندي وقت. فشنو الحل؟ الحل انه اهتم بتفاصيل هذه المجلدات. يعني مثلا المجلد الخاص بالفوتوشوب ممكن اجي اضغط عليه كليك ايمن بروبرتيز و كاستمايز تشينج ايكون، واختار صوره قريبه على التصميم. مثلا اشوف شنو القى صوره قريبه للتصميم، مثلا ممكن الشجره، اوكي، ومن ثم ابلاي، اوكي جيد. فاذا هذا خاص بالتصميم. بريمير ايضا بروبرتيز كاستمايز تشينج ايكون، مثلا فشي قريب على الفيديو، مثلا يعني شوف شنو عندنا فد ايكون خاص بالفيديو، مثلا ممكن هذا الشيء، اوكي جيد. اكسل مثلا ممكن فد شيء قريب على الدولار، مثلا ممكن الشيء المحاسبي كوستمايز، مثلا يعني ممكن نختار النجمة، ممكن نختار التليفون، لا بس اوكي ابلاي جيد. فلاحظ أنه تم تغيير هذه الأيقونات بشكل منظم، ولكن هذه الطريقة هي طريقة بدائية. الطريقة الاحترافية باعتبار أن دورتنا احترافية، عندما عندنا مجلد فوتوشوب الخليلة أيقون خاص بالفوتوشوب الحقيقي، بريمير أيقون بريمير، أكسل أيقون أكسل، وهكذا. طيب منين نجيب هاي الأيقونات؟ نجي إلى جوجل ونكتب موقع اسمه أيقون فايندر. ايكون فايندر، طبعا هذا هو الموقع ايكون فايندر، وراح اجي الى فري ايكونز، ممكن او ممكن اذهب لهنا او فري ايكونز، راح اذهب الى هذه الايكون جيد. راح اجي هنا اكتب مثلا فوتوشوب، او ممكن اكتب ادوبي بهذا الموقع. طبعا راح تظهر عندي هذه الايكون. طبعا هذه الايكونات بيها مجانية وبيها مدفوع، اللي بيها سهم أو تاج يعني هذه مدفوعة. فحتى أطلع الأيقونات المجانية أجي أضغط على فري. طيب طبعا بعد ما بحثنا على أدوبي نجي مثلا على فوتوشوب، طبعا نجي نفتح هذه مثلا فوتوشوب، ونجي نفتح هذه مثلا فوتوشوب، نجي للأولى عندنا طبعا هنا بي ان جي، نقدر نحملها على شكل بي ان جي يعني أيقونة مفرغة نستفاد من عندها بالتصميم، وعندنا اس في جي ممكن نستفاد من عندها بالالستريتر، وعندنا اذر فورماتس. الاذر فورمات عندنا اي اي اللي هو الستريتر وايكون، وعندنا ايكونز، عندنا الاي سي او هو اللي احنا نحتاجه. هذا الامتداد احنا نريده حتى نخليه بالمجلد. اذا نجي لهذا الايقونه الثانيه عندنا بي ان جي واس في جي واذر، ما متوفره غير بس هذني، فهذه ما راح تخدمنا بالايكون الخاص، يعني ممكن هنا ما راح تخدمنا بالايكون. ليش؟ لان هنا يستخدم الصيغه او يستقبل الصيغه اللي هي اي سي او جيد. فاذا نجي هنا الى اوذرز اي سي او وطبعا داونلود جيد. بعد ما حملت الايقونه راح اجي الى هذه المجلدات، مثلا ملفات فوتوشوب، راح اضغط عليه هنا كليك ايمن بروبرتيز كاستمايز تشينج ايكون وبراوزر، راح اختار الايقونه اللي انا حملتها اللي هي هذه الايقونه، اوكي ابلاي اوكي. الاحظ انه اصبح عندي مجلد خاص بالفوتوشوب. طبعا اذا افتحه مجلد اعتيادي جدا، ولكن الصورة الخاصة بالفوتوشوب. نجي إلى البريمير، نحمل صورة للبريمير، طبعا ممكن هنا ألغي هذه، أجي إلى هذا مثلا البريمير أفتحها
واشوف بيها اوذر ما بيها اوذر، فاذا هذه ما راح تفيدني ما راح تخدمني. نجي ننزل هنا مثلا نشوف هذه البريمير بيها اوذر بيها اوذر وبيها اي سي او، فنجي الى داونلود ايكون. ممتاز، راح اجي الى هنا البريمير، راح اضغط كليك ايمن بروبرتيز كاستمايز تشينج ايكون، وراح احمل بريمير. اسف كنسل، طبعا هو المفروض اضغط على موافق اوكي ابلاي اوكي. راح الاحظ انه صار عندي ايكون خاص للبريمير. اذا اجي للاكسل مثلا ممكن ابحث بالاكسل، ممكن اكتب اوفيس، ممكن اكتب اكسل. طبعا بهذا الشكل راح اشوف عندي ايقونات عديده خاصه ببرنامج اكسل. ممكن اجي الى هذه الايكون واشوف بيها اذر، جيد بيها اذر وبيها اي سي او، ممتاز داونلود. واجي هنا الى المجلدات، طبعا كليك ايمن بروبرتيز كاستمايز تشينج ايكون بروبرتيز واختار الاكسل ابلاي اوكي. جيد، اذا الاحظ انه اصبحت عندي هذه الايقونات، وبالتالي اقدر بسهوله جدا مثلا ملفات الاكسل بسهوله اقدر اوصل لهم البريمير والفوتوشوب وهكذا. طبعا ضروري جدا نهتم بالايقونات ونهتم بهذه الملفات. جيد، ايضا عندنا برنامج اخر، مثلا عندي هذا فولدر مثلا راح اسميه وورد مثلا، وعندي برنامج، هذا البرنامج اسمه فولدر بينتر. طبعا حفك الضغط على هذا البرنامج، وهذا البرنامج راح يتم ان شاء الله ارفاقه مع هذه المحاضره. اذا اجي افتح هذا البرنامج، وطبعا راح انصب هذا البرنامج، عندي 64 وعندي اكس اي، راح انصب مثلا الاكس اي او ال 64 حسب نظام حاسبتك. يس، وطبعا انستول، راح يتم تنصيب هذا البرنامج. طبعا تم تنصيب هذا البرنامج بنجاح. اذا اجي هنا اضغط كليك ايمن راح تظهر عندي ايكون خاص بهذا البرنامج. جيد، هذا البرنامج شنو فكرته؟ فكرة هذا البرنامج مثلا عندي ملف اخر مثلا نسميه اكسل، مثلا ملف مثلا اسميه بهاء. فكرة هذا البرنامج هو يغير لي الايقونات. طبعا اضغط كليك ايمن على المجلد، وطبعا اجي الى تشينج ايكون. طبعا ممكن انا اجي اختار اللون الخاص بالايقون مثلا جرين. اذا الاحظ انه الايقون راح يصير عندي لونها اخضر، وبالتالي اعرفها انه هذه خاصه بالاكسل. مثلا الوورد راح اخليه لون الايقون مثلا بلو مثلا بهذا الشكل، راح اشوف انه عندي هنا بلو. مثلا بها راح اخلي الايكون مثلا ريد. اذا الاحظ يعطيني اشكال جميله خاصه بالايكونات. جيد، فاذا الاحظ انه اصبحت عندي هذه الايكونات مرتبه ومنظمه جدا، وبالتالي اقدر اوصل لها بسهوله وببساطه. رغم ما ان الموضوع سهل وبسيط، ولكن انصح الاهتمام بهذه المحاضره وتطبيقها حرفيا، لان اني خلال اكثر من 15 سنه من اكثر الامور اللي تضوجني وتاخرني هو الايقونات. كل ما نهتم بها وكل ما تكون هذه الايقونات منظمه ومرتبه، كل ما يكون عملنا منظم وسريع. ان شاء الله من خلال المحاضرات القادمه راح نتعلم مهارات عديده ومهمه، ممكن راح تسهل علينا وتساعدنا بالعمل داخل بيئه نظام ويندوز. نلتقيكم في محاضره قادمه باذنه تعالى.